صباح النور، صباح الخيرات. احنا في شط تردم جديد 40 متر مربع، 40 متر مربع 140 متر ردم بعد ما كليتوا ليروزيون والكل. اما ماهوش الكازينو، هذا شط القراعيه اللي هو موجود في المستير، اللي نذكروكم اللي الماء كان يضرب على الساس وكان يضرب على الدروج هذاك وعلى الدروج الاخر. اليوم رجع شط للناس الكل، معناتها في نفس الاستراتيجيه اللي خذيتها سنا لابال، نفس نوعيه التراب، فما الحمامات وفما الكازينو وفما هذا. بالحق قبل كنا نطلعوا للكورنيش ونشوفوا الفيو، معناتها تقول هذا البحر قاعد يقدم، شنو هو الحلول؟ ما هيش حلول معناتها جذريه، لانه بعد عام اثنين يقول لك يشدك هما عامين ويرجع يسحب ياكل البحر مع الشتاء مع الكل. لكن كم يمكن تلقى بحر كيما هكا وشط استاسع. شوفوا الدروج، نذكر اللي الدروج كان غادي كله عملوا حجر ريسيف باش ما يطيحوش، وطاح وقتها دروج وصورناه، البحر قدم بالباهي. توا رجع متنفس الاهالي مونستير، مي اوسي في الصيف تعرفوا اللي المونستير هي للناس الكل. اليوم تشوف برشا من 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 ولايه صفاقس، برشا من ولايات اخرى، تنحى برشا بناء فوضوي ظهرت مع الكاب مارينا. لكن نفس العقليه، نفس العقليه نتاع المشوه ونتاع السيرتو لهنا. كنا نشوفوا في الزبله تو كان واحد ينظف كيف كيف، تلقى الكانات تاع الجازوز، تلقى دبوسة الماء، البلاستيك، التحفير، اللوح. ها نشوفوا هكا لهنا، ها مثلا ها هذا الكل خرجوا للبحر، ها هذم هك البريكية، الجازوز، الأنواع الكل، بوبيلات موجودة، شطر برامل كيف كيف، شطر برامل، الساشيات الزرق. مي يمكن لا سول ديفيرونس انه فما بلاكه ولا اثنين معلقين حافظوا على نظافة المكان. فما نقص نتاع تحسيس يا اخي. وصفاقس قلنا مع لابال ان شاء الله تتحذر هذوك العلامات التوعوية اللي هي تنجم تنقص، تنجم تنقص من تنجم تنقص من السلوك هذا اللي حضاري، اللي وقت واحد يتخمر في الماكله يطيش بجنبه ويحفر حفره. الورك كان يجم يكون معاه ساك كامل، مش حتى ساشي مفلوق، يكون معاه ساك ويهزه. والبوبيلات هو خارج بطبيعته مش يلقى بوبيله يعبيها، ما قاش يهز في كهربته. هذاك نحافظوا على شط، هنا منطقه توريستيك، فما دي توريست، دونك راهو كل شيء يتوثق. هنا بالضبط الماء كان يضرب على الساس وكان يضرب على الدروج، الدروج هذا كان تشوفوا كله تجدد، صار دروج جديد بعد ما خوخ تحته الماء وطاح وقعد مسكر في 2017 2018 وتعود. وتو في الطرف غادي كان تشوفوا صار زاد دروج جديد بعد ما كان مهدد بالسقوط وتجدد. كيف كيف كما قلنا بربي ركزوا على، شوفوا معناتها القاع كيف كيف نفس التراب. شوف لهنا نفس العقليه، نفس المونتاليتي، الباكو الدخان، معناتها حرام انه شط جديد مزيان مردوم جديد تراب جديد نخمجوه بالطريقه هذه في فتره صغيره، مش معقول. دونك هذا اثناء يتم مكسب صار للمهديه، افهم لصفاقس الكازينو، للحمامات وللمستير اللي احنا فيه توا. ان شاء الله نحافظوا على النظافه نتاع شطوطنا وعلى مكتسباتنا، ونزيدوا بالعكس نزيدوا نكبروا، سيرتو عندنا اكبر شريط ساحلي في صفاقس يستنى برشا لهوه. الى اللقاء.